النهارده انا هعمل ريفيو عن ستاند الميكرويف بعد ما انا استخدمته. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. انا كده ركبت الستاند معاكم بسرعه بسرعه كده. اهم حاجه تدقلي على الستانلس عشان يثبت تمام، وتتاكدي ان هو على سطح مستوي. انا مش محتاجه اقول الكلام ده، ايه انت كده هتعملي كده من نفسك تمام. بصوا بقى، انا قلت لكم قبل كده في الريفيو عن الستاند ده اول ما اشتريته في الفيديو اللي هتلاقوه في اخر الفيديو، يعني عشان اللي عايز يتفرج عليه بالتفصيل، قلت لكم ان في مشكله عندي في المسافات دي، صح كده؟ فعملت سيرش الاول على الجروب على الفيس كده اشوف هي المشكله دي كانت عندي، يعني هو الستاند كان جاي ناقص او مش ناقص، طلع ان هو اصلا في مصر بيتباع كده، وعند الناس الاجانب او موجر الاسوس بره مصر المفروض ان هو ايه بيبقى معاه حاجه كده محترمه بتتحط عليه زي شفافه كده سيليكون او اكريليك علشان ايه الحاجات ما تقعش، لكن عندنا احنا هنا انا اشتريته ما كانش فيه، ولو انت اشتريتيه مش هتلاقي فيه تمام. فكان دي مشكله، فاللي انا كنت لازم الاقي حل. فاول حل، في ناس قالوا لي احنا جبنا رول ستريتش اللي هو الشفاف ده، قعدوا يلف ويلف 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 وعليه لحد لما بقى ايه ينفع احط حاجته، بس ده حسيت ان حاجه دي حاجه مش عمليه بالنسبه لي عشان هقعد الف الف بقى، وحسيت ان انا لا مش هعرف اعمل كده. تاني حاجه، في ناس قالت لي هاتي فايبر شفاف، قلت ده فكره جهنميه دي. رحت للراجل بتاع الفايبر الشفاف ده، طبعا ادور على حد بيبيع فايبر شفاف لحد ما لقيت الراجل. فالمهم بقول له ايه انا عايزه فايبر شفاف، قال لي عايزه كام متر، قلت له انا عايزه حوالي مثلا 30 سنتي مثلا، لا 25، لا كام استنى استنى عشان اصلا جايبه لكم ده عشان ايه عشان اقول لكم حاجه مهمه دلوقتي. اطلع بقى، هو بص هو تعبان شويه. قلت له انا عايزه حاجه 40 سنتي. المهم قال لي ايه داخله على نص متر، قلت له اه، قال لي ماشي هيكلفك 300 جنيه. فبصيت له كده جالي صدمه من السعر، بقول له 300 جنيه ايه؟ قال لي ايوه هو فايبر الشفاف ده اصلا غالي، فايبر عموما غالي غالي ليه؟ ده اللي بيعملوا بيه اللوح والاعلانات بتاعت المحلات، فهو كده كده غالي. فانا قلت ازاي انا اجيب ستاند 100 وي اجيب له الفايبر اللي هو اصلا حاجه المفروض ان هي مش مهمه ب 300 جنيه يعني. فالموضوع ده بعد خالص عن دماغي. فانا بقى فكرت في حلين او تاني تالت حل عندي، ان انا كنت احط لوح ازاز، اجي اروح اللي بتاع الازاز واخد مقاس الستاند ده واقول انا عايزه مثلا 40 سنتي ازاز على في عرض 25 تمام. او كان عندي حل تاني خالص، وده اللي انا عملته، ان انا اجيب خشب او ورق مقوى زي ده. الورق المقوى ده انا كنت جايباه منين؟ كنت جايباه من كنت جايبه تكييف باين، وده كان جوه الكرتونه، وده بقى ايه ميزه اللي انا ما برميش حاجه احسها ان انا ممكن احتاجها في يوم من الايام. اهو هو ده ورق مقوى. المهم هي كانت حته كده مربعه على بعضها، فانا قسمتها نصين وسبحان الله هي جت مقاسها ماشي. فلو انت عندك نفس دي فممكن تستغليها، وده يبقى حل. اهو بصوا جايه مقاسها بالظبط، حط واحده هنا وواحده فوق، او تجيبي الازاز. بس انا حسيت ان انا الازاز ممكن يتزحلق مني، بس لو ما لقيتش ده كنت ممكن اجيب ازاز، بس ممكن برضو تجيبي روحة للنجار وتجيبي الورق المقوى ده بيبقى عند النجار، او الابلكاش او خشب رفيعة مقاسات، ده حل مناسب على الاخر. طبعا قفلته من فوق بالحاجات اللي هي فيه دي تمام خلاص. يبقى انا كده عندي اربع حلول للستاند ده للفراغات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده، ان الفراغات دي كبيره جدا. عندي اربع حلول. الفايبر الشفاف ده غالي جدا، يعني الحته دي هتكلفك مثلا 300 جنيه الازاز، ممكن يقع منك يتكسر. وعندك الخشب او الابلكاش، ده احسن حل. والحل الرابع اللي هو تجيبي الورق اللي هو الشفاف ده وتلفيه، بس حسيت ان هو كاني جايباه بورقته ومستخسره اشيل الورقه. عندي بقى حل خامس، صينيه زي دي كده، دي كانت ب 12 جنيه باين اهي، بتتحط تحطيها زي ما انت عايزه، بقى ممكن تحطيها بالعرض او بالطول على حسب انت ايه عايزه. دي اول نقطه انا اتكلمت فيها معاكم قبل كده.
ماشي. نيجي بقى على مين اللي يشتري الستاند ده. لو انتي طول مطبخك اقل من 60 سنتي، يعني الارتفاع ده، بصوا انا عندي الارتفاع ده اقول لكم اهو 70 سنتي، لا 74 سنتي، فجبته ان اصلا ارتفاع الستاند 60 سنتي، فمعنى ان الارتفاع الستاند ده 60 سنتي، ومش هينفع يقصر غير لما انت تشيلي دور، فمش هيبقى ليه لازمه اصلا. فلو انت ارتفاع مطبخك اقل من 60 سنتي او 60 سنتي، فما انصحكيش ان تجيبي الستاند ده، لان الستاند ده عايز مطبخ يعني متعلق فوق شويه، الا بقى انت هتعلقي المطبخ بقى تاني تخلعيه وترفعيه، وده بقى طبعا يعني حل، يعني ما اعتقدش ان احنا نعمل كده، يعني مش هرفع المطبخ عشان الستاند 150 جنيه، ماشي. او تحطيه بقى جنب حاجه مفيش مطبخ اصلا فوقيه، يعني هو تحط بقى حاجات فوقيه بقى براحتك. خلاص كده، دي ايه النقطه اللي انا كنت عايزه اقولها، ان لو انت مطبخك مش مرتفع، انا بص عندي اهو اهو شايفين في ارتفاع لسه اهي، الارتفاع ده اهو ده اللي بتكلم فيه. لو الارتفاع ده مش موجود فالستاند يعني مش هيبقى ليه لازمه وهيتحشر، وممكن استغل دي بس ده لو دخل، يعني انا بقولك ده ارتفاعه اصلا 60 سنتي، يعني هو عالي تمام. غير كده اصلا لو الميكروويف بتاعك مقاس كبير فمش هتجيبيه، عشان هيطلع صغير جدا عن الميكروويف. يعني انا فيه بالظبط، بص الفرن عندي ارتفاع ايه والستاند قد ايه، اكيد انتوا خدتوا بالكم. الستاند يعني ده مش هينزل تحت ده خالص، فلو انت عندك عايز تعملي ده تحطي ده فوق ده فمش هينفع خالص. انا جايبه ده اصلا عشان هحطه جنب الفرن، لكن ان انا احط الفرن تحتيه ده حاجه مستحيله من 7 المستحيلات، مش هيخش اساسا. يعني بص الارتفاع ده ايه، استنى اعمل لكم الارتفاع برضه عشان ايه انتوا عارفين. ثانيه واحده، انا قلبته الناحية التانية علشان حسيت ان هو هيبقى عملي لما الحتة الخشب دي اللي هي الحتة اللي انا مغطيها اصلا هي اللي تبقى بره، عشان استخدام بره هيبقى اكتر. وهحط بقى تاني زي ما كان، ان انا كنت قايسه كل حاجه، يعني قبل ما بطلب الاوردر في انا اي قبل مثلا انا عجبني الستاند ده تمام، بعمل ايه بقى؟ مش بروح اطلبه كده على طول اجري واطلبه على طول، لا لازم اخد مقاسات الحته اللي انا عايزه احطها فيه اشوفه مناسب ولا مش مناسب. زي كده الارتفاع، شايفين الارتفاع فايد قد ايه؟ يعني انا اصلا جايه احط الكوبايه دي اهي ما دخلتش خلاص، فاللي هو لازم نقيس الاول اي حاجه عايزين نشتريها لازم نقيس مكانها علشان نشوف مناسب او مش مناسب، عشان ما نرميش فلوسنا على الارض، احنا يا جماعه بنتعب في الفلوس دي فلازم نخلي بالنا منها تمام. الستاند رايي فيه ان هو حلو، بس يعني ايه يعني بتك عليه كده بتهز، بس بتهز بسيط، لو انت مش هتحط عليه حاجات تقيله فتمام. هو للاسف مش مكتوب عليه بيستحمل كام كيلو، فانا برضو قلت لكم لما اجي استخدمه هقول لكم بيستحمل كام كيلو، هو بيستحمل اللي انا حطيت عليه ده بس، لكن لو انا حطيت حاجات تقيله شويه ما مضمنوش، انا اصلا مش ضمناه برضو دلوقتي، بس هو كويس وانا كل شويه بقى ايه هخش اطمن عليه واظن. بص هو حلو ماشي، بس ما تحطيش عليه حاجات تقيله تمام، يعني بصي هنزيد عن الحد هنخسر. المهم انا كده اكون خلاص الفيديو بتاعي، يا رب يكون عاجبك الفيديو، وتابعيني الفيديو الجاي عشان زي ما قلت لك الاشتراك، لو انت لسه مشتركه لسه اول مره تشوفيني دوسي اشتراك اهلا بيكي، وفعلي زر الجرس عشان لو عملت فيديوهات جديده ان شاء الله توصلك، وكمان دوسي لايك لو عجبك الفيديو، وباي باي.